ماشي يا محمود. انتوا كده شايفين؟ تمام يا دكتور، طيب تمام بص، يا دكتور. هنتكلم على البلاد ترانسفيوجن او البلاد برودكتس. وطبعا من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا، ودي اكتر حاجه بنعمل فيها ترانسبلانتيشن. يعني انت زي ما بتزرع كلى بتزرع بلاد، والسيفتي بتاعت البلد دلوقتي في ال 21st century بقت عالية قوي، بحيث ان احنا ما بنقلقش منه قوي. ستيل بيحصل لنا كومبليكيشنز، ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نبقى عارفينها. الترانسفيوجن اوف بلاد ده بيحصل كل يوم، عشان كده احنا لازم نبقى اوير بالبلاد والبلاد برودكتس والحاجات اللي هي انتوا كده سامعيني؟ سامعين حضرتك يا دكتور. بالنسبه للجراحين زي اي حد تاني، بس احنا بالنسبه لنا مهم ان احنا بنحتاجه في الامرجنسي. ايه ال كانت ليرنينج اوبجكتيفز؟ ان انتوا تبقوا عارفين ال various blood components ال uses بتاعتها. لازم تعرفوا ال basics بتاع ال ADO serology، وطبعا ال RH ال store blood components correctly، يعني بن store ايه فين مين، وبن understand the hazards of blood transfusion و special hazards of massive blood transfusion. طبعا ال hazards of massive blood transfusion equals the hazards of blood transfusion plus additional ال massive blood transfusion. آخر حاجة بنتكلم عليها بعد ما نخلص بنتكلم على ال IV fluids، ال intravenous fluid therapy. طيب transfusion is replacement of lost blood by blood and its products donated by. ايوه صوت حضرتك بعيد. صوتي بعيد كده دلوقتي بقى كويس. طيب بصوا يا اولاد، احنا مش هنقدر نخليها في الفورمات بتاعت الفول سكرين، فكده هنعتمد على كده خلاص. طيب انا كنت بتكلم على الاي ال اوز، وبقول ان احنا هنتكلم على الفاريوس بلاد كومبوننتس، هنتكلم عليها ودي مهمه قوي ان احنا نبقى عارفينها، والبيسكس بتاعت الاي بي او سيرولوجي، يعني لما نيجي ندي لحد بلاد ترانسفيوجن بنعمل ايه قبل ما نديله الدم ده، و how can we store the blood components. دي حاجه من الحاجات برضو المهمه. يعني انا افتكر وانا صغير وانا نايم كنت باخد كيس الدم وبحطه في الثلاجه بتاعت السكن، وطبعا ده ما كانش صح قوي، بس يعني temperature 4 degrees في الثلاجه كان enough. ده كنا based على ال knowledge ان احنا عند 4 degrees البلد ممكن يبقى preserved وما فيهوش اي مشكله. لكن طبعا في حاجات بتتحط في ناقص 40، وزي ما هنعرف زي الفريش فروزن بلازما وهكذا. ولازم نعرف الهازردز بتاعت البلاد ترانسفيوجن. احنا هندي بلاد ترانسفيوجن كتير قوي، ما ينفعش انك انت تدي بلاد ترانسفيوجن لواحد في البيت، ما ينفعش انك انت تدي بلاد ترانسفيوجن وتسيب العيان من غير ما يبقى فيه نيرسينج ستاف موجود. تبتدي اول ربع ساعه والنيرسينج ستاف اراوند، لكن ممكن تخرج بره الاوضه بعد كده، بس على الاقل تبقى عارف ان في هازردز ممكن تحصل من الترانسفيوجن. اخر حاجه ان في special hazards من انك انت تدي massive blood transfusion. ويعني ايه massive blood transfusion؟ ان واحد تديله قد الكميه بتاعت الدم بتاعته. وبعد كده نتكلم على ال other IV fluids اللي ممكن تديها للعيانين. ال transfusion هو عباره عن replacement of lost blood او حد حاجه من components بتاعت ال blood. هي allograft. allograft ليه؟ لان احنا بناخدها من another person،
والدونيتد بلاد بيبقى تيستد لفيرولوجي، حاجات في فيروسز وزائد السيفلس، بيبقى تيستد للاتش اي في 1 و2 والهيباتيتس سي والهيباتيتس بي فيروس بلس السيفلس زي ما انا قلت. البلاد جروبس من العيانين في اثنين سامبلز بيتعملوا، في كلوتيد سامبل وفي انتي كواجيليتد سامبل. الانتي كواجيليتد سامبل بيتحط عليها انتي كواجيليشن اسمه اديتا اللي هو الايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد، وذا ريد سيلز اوف ذا بيشنت اند ذا دونر ار جروب ل اي بي او اللي هي بلاد جروب A وبلاد جروب B وبلاد جروب O وبلاد جروب AB، وفي نفس الوقت للريسس انتيجين اللي هو ال RHD. في عندنا أربعة جروبز زي ما قلت لكم، A وB وAB وO. إيه الفرق ما بينهم؟ إن في انتيجين A موجود على الريد سيل، والانتيجين A ده very specific موجود على الريد سيل، والبلازما بتاعت العيان ده بيبقى فيها انتيبودي اجينست البي انتيجين او الريسبتور اللي هو موجود على الريد سيل. عكسها بالظبط جروب بي، جروب بي بي كونتين الانتيجين بي والسيرم بتاعه فيه انتيبودي اي. في جروب A B ده بيبقى موجود فيه انتيجين A و B الاثنين موجودين على الريد سيل، لكن مفيش انتيبوديز موجودة. جروب O بيبقى مفيش انتيجينز خالص، لكن both A and anti B انتيبوديز موجودين، وده اكتر واحد popular موجود في البشرية. 47% من الناس جروب O blood. جروب AB هو أقل حاجة، ده اللي هو 3%، وجروب A 41%، وجروب B هو التاني more أو rare type of blood types. أنا عندي الـ AB 3%، الـ B 9%، والA والO تقريبا قريبين من بعض 41 و 47%. اللي يهمني من الكلام ده ان جروب A لما انا بسمي واحد ان هو جروب A ده معناها الريد سيل فيها الريسبتور A او فيها الانتيجين A، عليها الانتيجين A. It goes without saying مدام انتيجين A موجود يبقى الانتيبودي against B موجود في البلد، موجود في البلازما. نفس الحكايه بالنسبه للجروب بي، ما دام الانتيجين موجود بي يبقى في انتي بودي اجينست اي موجود في السيرم. جروب او ولاده موجود، هو عنده بوث انتي اي وانتي بي. جروب اي بي عنده الاثنين انتيجينز موجودين لكن ما عندوش اي انتي بودي موجود في السيرم. طب بصوا كده على جروب اي بي، لو جروب اي بي اخذ من جروب بي او اخد من جروب A، هل في انتي بوديز موجوده؟ في انتي بودي ايه يا دكتور؟ لا، لو واحد عنده جروب AB واديته الريد سيلز بتاعه جروب A، هل هو عنده اي انتي بوديز موجوده؟ لا لا ما فيش. لا يا دكتور، عشان بنقول عليه، بنقول عليه ان هو اليونيفرسال recipient، يقدر يستقبل من اي حد. تقدر تديله من جروب B او جروب A من غير اي مشاكل، يقدر ياخد من اي حد لانه ما عندوش انتيبوديز. اوكي، حتى لو اديته من جروب O ما عندوش مشكله، لان جروب A او الريد سيلز انا مش هديله سيرم، انا هديله ريد سيلز بس. فالريد سيلز ممكن اخدها من جروب O او جروب B او جروب A، يبقى ده اسمه اليونيفرسال ريسيبينت، اقدر احط فيه اي بلاد جروب. طيب جروب O بقى
جروب او ده ما عندوش اي انتيجين، اقدر ادي الريد سيلز بتاعته للاي بي واقدر اديها للبي واقدر اديها للاي، لانه ما عندوش انتيجين اصلا. عشان كده بقول عليه ده يونيفرسال دونر، عندي يونيفرسال دونر وعندي يونيفرسال ريسيبيانت. اليونيفرسال دونر اللي هو جروب A جروب O، واليونيفرسال ريسيبيانت اللي هو جروب AB. طيب ال RH 85% من البوبوليشن RH بوزيتيف، وال RH نيجاتيف 15% of the population. فيش حاجة اسمها anti RH antibody، مش موجودة، دي لازم تبقى acquired. يعني واحد RH negative أخد RH positive، RH ده برضو another antigen موجود على red cells. لو واحد RH negative أخد blood RH positive يحصل له إيه؟ يدفلوب antibodies. يعني ما فيش حد اتولد antibodies against RH. Okay? Well, RH antibodies will form if RH positive blood is transfused in RH negative patient, and if an RH negative mother gets pregnant with RH positive fetus وحصل contamination من blood ده وقت delivery. Okay? وعشان كده بنديهم انتي دي اللي هو انتي ار اتش عشان ما يحصلش. اوكي بعد ما حد نشوف البلاد جروب بتاع العيان بنعمل كروس ماتشنج تيست. كروس ماتشنج تيست ده بناخد الدونر ريد سيلز اللي هو خدنا منه الدم، كيس الدم اللي احنا هنديه للعيان، نحطه مع السيرم بتاع العيان اللي احنا نديله الدم، ونعمل له اللي احنا بنسميها direct to indirect Coombs test. والبروسيدير كانت زمان بتاخد ساعتين، دلوقتي بقت بتاخد حوالي 20 minutes. طبعا لو انا عندي حد في emergency ومحتاج دم وانا مش لاحق اعمل له cross match او الدم بتاعه مش موجود، هروح اجيبه له من بره، ممكن اديله RH نيجاتيف او RH نيجاتيف. فاكرين لما قلت لكم الاو ده يونيفرسال دونر، الاو يونيفرسال دونر، فبالتالي ممكن اديه بس حاول اخليه RH نيجاتيف. اوكي، وده اللي هو بنديه في اللايف سيفنج بروسيدجرز. ايه الانديكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن؟ امتى بندي بلاد ترانسفيوجن؟ واحد فقط دم، واحد متوقع ان هو يفقد دم during major operations. النهارده كان عندي عيان بعمل له جويتر وبلوك نيجاتيف سكشن، فكنت هو الواد الهيموجلوبين بتاعه 13، لكن مع ذلك كنت خايف لحاجه تتعور internal jugular vein carotid artery اي حاجه من الميجر vessels، فحضرت له كيس دم كده. ف الانديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن ان اكيوت هيمريج او during major operations لما يبقى فيه blood loss during the operation. Post-operatively, after major surgery, لو عندي عيان مثلا داخل يعمل عملية والهيموجلوبين بتاعه 9 وانا عارف كويس ان هو هيفقد شوية دم، اديله بعد العملية. لو اديته اثناء العملية ممكن يفقد الدم اللي انا بديهوله مع الدم بتاعه، فاستنى لما يفقد الدم طالما ان هو hemodynamically stable وبعد كده اديله post-operatively after major surgery. انا ما اقدرش اخش بعيان اوضه العمليات لو الهيموجلوبين بتاعه اقل من 8، مش محبذ، بالذات لو هو elderly. طبعا في الهيموراجيك ستاتس الناس اللي هم عندهم هيموراجيك بروبلمز ممكن تديله blood to arrest the hemorrhage على اساس انك انت تديله blood products to stop the hemorrhage. Blood products يعني coagulation factors. طيب في عندي blood sparing strategies، ويمكن هتسمعوها لأول مرة وتقولوا الله هو انتم بتستخدموش الكلام ده ليه؟ هقول لكم بعد ما 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 خلص الكلام عنهم. عندي حاجة اسمها pre-operative autologous blood donation.
اوكي عندي عيان جاي يعمل عمليه وانا عارف كويس ان هيبقى فيها بلاد لوس والهيموجلوبين بتاعه 12 جرام فبعمل ايه؟ بجيبه قبل العملية بثلاث اسابيع اخد منه كيس دم كويس؟ واديله مكانه فلويد اديله مكانه مثلا زي ما حد بيروح يتبرع بالدم بعديها باسبوع او واخد منه كيس دم تاني بعديها باسبوع او واخد منه قبل ما اخش العمليات اخد منه كيس ثالث واديله اي في فلويدز كده يبقى معايا ثلاث اكياس دم اقدر اديهم له اوكي والهيموجلوبين بتاعه ما نزلش تحت الثمانيه انا قبل العمليه بعمل له الهيموجلوبين اطمن الهيموجلوبين بتاعه طبعا الهيموجلوبين بتاعه بيبقى حوالي 10 ما بيبقاش نزل لتسعه حتى كويس وقت العمليه بقوم مديهم له فيبقى هو اخد his own blood مفيش انتي بوديز هتتعمل ضده وضامن ان الدم ده بتاعه فمفيش اي complication ممكن تحصل زي reaction او pyrogenic reaction او 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 انك انت ترانسفير اي viral infection اوكي طيب الحاجه الثانيه erythropoietin الريتروبويتين ده هرمون بروديوس باي ذا كيدني دلوقتي بنعمله ريكومبيننت فورم ومهمته ان هو بيرجليت الاريتروبويسيس بنديه للعيانين اللي عندهم انيميا اللي بالذات عندهم رينال فيلير يعني الناس اللي عندهم رينال فيلير ما يقدروش يطلعوا ريتروبويتين ممكن نديهم ريتروبويتين بيتاخد سبكتينيسلي حوالي 600 يونتس بير كي جي بيتاخد ثلاث مرات في الاسبوع وفي الداي اوف ذا سيرجري اوكي ممكن تديه لوحده ممكن تديه مع اي في ايرون لو العيان عنده ايرون ديفيشنسي انيميا طبعا في عيانين عندنا ما بيحبوش ان هم ياخدوا بلاد ترانسفيوجن كون ان هم ما بيحبوش ده ممكن تبقى حاجه ريليجيوس يعني في لو اللي فيكم هيسافر بره في جروب من البشر كده اسمهم جهوفا ويتنس هي ديانة معينة بس الله أعلم لها علاقة بمين يعني بس يعني الجهوفا ويتنسز they believe in the blood اللي هم هيبقوا transfused ليهم هو ده أساس كل الشرور فبالتالي they do refuse ان هم ياخدوا blood transfusion okay؟ طبعا الناس دي بترفض ان عيالها ياخدوا blood transfusion بس طبعا يعني لحد فيكم هيشتغل بره وحد سأله قال له لو جالك عيل صغير بيبليد واهله جهوفا ويتنس وقالوا لك ما تديلوش بلاد ترانسفيوجن هتعمل ايه هتديله بلاد ترانسفيوجن غصب عنهم وتقف في المحكمه وتقول ان انا اي واز سيفينج لايف وهم مش من حقهم ان هم يقولوا كده هم من حقهم يتكلموا عن نفسهم انا عملت واتس ان ذا بيست انترست اوف ذا بيشنت طيب acute normovolemic hemodilution زي ما انا قلت لكم في السلايد اللي فات ان انا عندي pre operative autologous blood transfusion في normovolemic اول ما العيان يتعمل له induction اخد منه 1000 سنتي blood ده fresh لسه طالع من جسمه وادي له replacement بكريستالويدز باي في فلويدز وبعد كده ابتدي العمليه واول ما العيان يبتدي ينزف ابتدي ادي له البلد بتاعه slowly اوكي intraoperative blood salvage دي اللي هي دي الحاجات الريسنت قوي وطبعا مش ريسنت احنا بقى بنستخدمها حوالي 30 40 سنه يعني احنا بناخد دم العيان نفسه نغسله واحنا شغالين وهو بيخر وناخد الدم نغسله وبعد كده نعبيه في كاس ونديه له تاني طبعا لازم العمليه تبقى clean operation عشان نستخدم السيل سيفر والاسبريتس وانتيكواجولنتس بتضاف لها وبتفلتر الاكسترافازيتد بلاد عشان ما يبقاش فيه بلاد كلوتس بعد كده الريد سيلز بتبقى ووشت وبتتعبى في اكياس ونديها للعيان ممكن نعملها في الليفر ترانسبلانت بيشنتس
وطبعا ما ينفعش نعملها في cancer patients. لكن واحد هيقول لي هو الحاجات اللي انت بتقولها دي تخلي استخدام الدم قليل قوي, pre-operative autologous blood donation والerythropoietin والacute normovolemic hemodilution والintraoperative blood salvage. كلامك مظبوط, احنا الحقيقة مقلين قوي في استخدام الكلام ده, ولكن للأسف دي حاجات موجودة عندنا options ولكن لا نستخدمها كثيرا. يمكن عشان ما فيش أي cooperation مع blood banks أو blood banks عم كسلين إن هم يعملوا الكلام ده ويساعدونا به, كل الاكتيفيتيز بتاعتهم لما تزيد ممكن الامور تبقى احسن شويه. لكن حتى بره مصر الكلام ده مش popular قوي. طيب هنتكلم على البلاد والبلاد برودكتس. هنقول الستورد هول بلاد, البلاد بيبقى كولكتد في سترايل كوميرشلي بريبيرد بلاستيك باكس, مش اي كيس بلاستيك بنحط فيه الدم, مش اي ازازه نظيفه بنحط فيها الدم, حاجات معينه بنيدل معينه وبلاستيك تيوبينج معين غير اللي انت بتدي اي في فلويد. يعني انت ممكن تدي اي في فلويد من خلال اي في سيت بتاعة بلد تحط فيها فلويدز, لكن ما ينفعش الاي في سيت العادية انك انت تحط فيها بلد. اوكي, هيبقى كلوتد ومش هيمشي. الباك فيها حوالي 75 سنتي انتي كوجيليشن اللي هو السي بي دي اي اللي هو السيتريت فوسفيت ديكستروز اسيد, وحوالي 410 ملليتر اوف بلاد ار الاود تو ران انتو ذا باك. فاكرين انا قلت لكم ايه؟ الستورج بتاع البلاد عند 4 ديجري سنتيجريد وممكن يستخدم في خلال 21 يوم. اوكي, عشان كده فاكرين لما قلت لكم البري اوبريتيف اوتولوجس بلاد ترانسفيوجن قبل العمليه بثلاث اسابيع يبتدي العيان يدي ياخد كيس, ناخد منه كيس في كيس في كيس عشان يبقى وقت العمليه بقى له ثلاث اسابيع بس. ايه الديس ادفانتجز بتاعت ستور بلاد؟ يعني لو انا بدي العيان بلاد ستورد فور ا لونجر بيريد 21 ل 28 يوم, ايه اللي بيحصل؟ الستورد بلاد السيتريت انتي كواجولنت اللي فيه موجود, البي اتش بتاعه 6.6 to 6.8, يعني اسيدك, بيبقى الليفل اوف بوتاسيوم فيه عالي لان فيه بلاد سيلز بتفرقع فبتطلع البوتاسيوم اللي موجود فيها. الريد سيلز دي بتتنفس وهي موجوده جوه عشان تبقى الايف فبتطلع امونيا, وبيحصل عندي ريدكشن في حاجه اسمها 2-3 دي بي, سوري دي بي جي. دي بي جي ده اللي هو الدايفوسفيت دايفوسفوجليسيريت. الدي بي جي ده ريسبونسبل عن الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين الاكسجين. فكل ما الدي بي جي حصل له ريدكشن كل ما الاكسجين يفضل ماسك في الهيموجلوبين, فانت محتاج الدي بي جي يبقى عالي عشان الهيموجلوبين يسيب الاكسجين والريد سيلز تبقى فانكشنينج بروبرلي. اخر حاجه ان الوايت سيلز والبليتلتس بيبقوا ديسترويد في خلال 24 ساعه ان ستورد بلاد اولثو الليفل اوف ليفل 5 و8, ودي مهمه جدا. طبعا الوايت سيلز ان هي تتدمر دي مش مشكله خالص, لكن المهم البليتلتس والفاكتور 5 و8. In 24 hours they don't exist. هو ده اللي خلانا نوصل للبلود فراكشنز. طبعا البلود فراكشنز دي احنا بنستخدمها اول حاجه ايكونوميكلي, واحد مش محتاج ان هو ياخد بليتلتس, مش محتاج ان هو ياخد سيرم, مش محتاج ان هو ياخد بلازما, يعني بكواجيليشن فاكتورز بالبومين بالكلام ده, ايه اللي يخليني اديهوله؟ هو محتاج سيلز ريد سيلز, انا هديله ريد سيلز. فالناس اللي هم عندهم انيميا مثلا الهيموجلوبين بتاعهم واطي لكن في نفس الوقت البلاد فوليوم بتاعهم كويس,
ما فيش داعي ان انا اديله فلويد اوفرلود بان انا اديله فول بلاد، فبديله باكد ريد سيلز. دي يوز فور تريتمنت اوف كرونيك انيميا سبيشلي في الالدرلي وتشيلدرن، وهت افويد اوفر ترانسفيوجن. بتبقى بريبيرد ازاي؟ انك بتعمل سنتريفيوجيشن اوف ذا هول بلاد عند 2000 ل 3000 جرام لمده 15 ل 20 مينت. انتوا عارفين يعني ايه سنتريفيوج؟ الجهاز اللي بيتحط في الدم ويلف بسرعه عشان يفصل السيلز. برافو عليكم. هو الفكره كلها ان هو بيعتمد على ان هو بيعمل سنتريفيوجال فورس اللي هي حوالي 2000 ل 3000 جرام لمده 15 ل 20 دقيقه، والبلازما بتتشال منه وبتبقى ريبليس ب 100 سنتي كريستالويد سولوشن فيها صوديوم كلورايد وادينين وجلوكوز ومانيتون. دي اسمها ساج ام بلود. الاس دي ستاندز فور سالين اللي هو الصوديوم كلورايد، والاي الادينين، والجي اللي هو جلوكوز، والام مانيتول بلود. ده مجرد بريزرفاتيف لكيس الدم اللي هو باكت ريد سيل. اوكي طيب، بليتليت ريتش بلازما دي طالعه موضه جدا دلوقتي، البليتليت ريتش بلازما او البي ار بي. دي دلوقتي بياخدوها ويحقنوها عشان الهير والريجوفينيشن وكل حاجه، لان البليتلتس دي لقوا ان هي فيها جروث فاكتور فبتاكت كانها ستام سيلز. دي بريبيرد باي سنتريفيجيشن اوف فريشلي دونيتد بلاد عند 150 ل 200 جرام. انا مجرد ما اخد البلد عند 150 ل 200 جرام، مش زي 2000 ل 3000 بتاع البلد بتاع الباكت بلد. ويوزد في العيانين اللي هم ايه عندهم ثرومبوسايتوبينيا، اللي هم البليتلت بتاعتهم بتبقى واقعه. اوكي، وطبعا في الحاجات الاثاتكس اللي احنا كنت بقول لكم عليها. بس طبعا في الاثاتكس هم بياخدوا منك انت الدم ويعملوا له سنتريفيوجيشن ويرجعوا يدهولك تاني وانت قاعد. اوكي، ياخدوا منك مثلا 10 سنتي ولا حاجه يحطوهم في السنتريفيوج، وبعد كده ياخدوا البليتلت ريتش بلازما دي ويحقنوها مطرح ما هم عايزين. طيب البليتلت كونسنتريت، البليتلت كونسنتريت دي بقى دي مهمه جدا، وهقول لكم شويه حاجات عليها كده مش سهله يعني. بليتلتس من الحاجات اللي احنا بنستخدمها تستخدمها في عيانين معينين اللي هم عندهم دي اي سي مثلا، العيانين اللي هم عندهم ادينا لهم ماسيف بلاد ترانسفيوجن فمحتاجين ان احنا نديهم بليتلتس معاها. بريبيرد بالسنتريفيوجيشن اوف بليتلت ريتش بلازما عند 1000 ملي. يعني باخد البليتلت ريتش بلازما اللي هي اتعملت عند 150 ل 200 واعمل لها سنتريفيوجيشن عند 1200 ل 1500 لمده 15 ل 20 دقيقه. البليتلتس بيفضل ان هي تتاخد من اي بي او ار اتش كومباتبل دونر. اوكي، وهم عليهم اتش ال اي انتيجين زي اللي موجوده على الوايت سيلز. ولو حد قعد ياخد بليتلتس مده بيحصل له immunization، والimmunization دي بيبقى سببها ال HLA match platelets المفروض تتعمل لكن احنا ما بنعملهاش. اوكي، فالعينين اللي بتاخد platelets كذا مرة حتى لو هي خدتها ABORH compatible ممكن يديفلوب immunization ليها. الindication للplatelet concentrate bleeding وthrombocytopenia زي ما قلت لكم DIC during operation. لو العيان البليتلتس بتاعته افرض داخل اعمل عمليه لحد البليتلتس بتاعته عنده ثرومبوسايتوبينيا والبليتلتس بتاعته اقل من 40,000 لازم اديله الاول الماسيف بلاد ترانسفيوجن زي ما انا قلت لكم في البوست كاردياك باي باس والمارو سبريست بيشنتس اللي هم عندهم ابلاستيك انيميا. البلازما برودكتس بقى عندي فريش فروزن بلازما وعندي هيومن البوم. هيومن البوم بقى 4.5%، وهي دي the same percentage زي اللي موجودة في البلد، ودي بتبقى repeated fractionation of plasma followed by heat treatment.
free from the danger of transmission of hepatitis، ما فيهاش مشكلة خالص، بس برضو ما تاخدش في البيت. أنا أعرف واحد دلوقتي عنده شركة بتاعت خدمات طبية، كان بيودي ناس البيوت، فعلقوا الواحد قلب مات في البيت، وعليهم قضية دلوقتي. قلب مش من البرودكتس اللي هي المفروض تقدر تاخدها في البيت، يعني ممكن تاخد سلاين في البيت، ممكن تاخد جلوكوز في البيت، ما ينفعش تاخد حاجة من البلاد برودكتس في البيت. ممكن تبقى ستورد لأشهر عديدة وبرضو عند درجة حرارة 4 degrees. بنستخدمها في العينين البيرنز والعينين هم عندهم هايبوبروتينيميا لأي سبب من الأسباب، أهمها يا إما loss of protein زي في عينين nephrotic syndrome، أو inability to form protein زي العينين اللي عندهم liver failure. في عندي برضو حاجة اسمها salt poor albumin، وده بيبقى concentrated form، بيبقى 20%، وممكن نستخدمه في العينين السيراتكس اللي هم عندهم أسايتس عشان ما تديرهمش كمية فلويد كتيرة. 4.5% معناه ان انا هدي 4 مرات عشان الكمية، لو انا عايز ادي كمية قلب من معينة فبدي القلب من 20% وخلاص. فريش فروزن بلازما، فريش فروزن بلازما من الحاجات اللي بنستخدمها كتير قوي 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 قوي. بلازما بيبقى ريموفد من الفريش blood within 4 hours، وبتبقى rapidly frozen عند درجة حرارة ناقص 40 لناقص 50. فاكرين لما قلت لكم ايه الكلوتينج فاكتورز اللي بتتكسر في اول 24 ساعة؟ فاكتور 5 وفاكتور 8. فالفريش فروزن بلازما فيها كل الفاكتورز ما عدا فاكتور 5 وفاكتور 8. هي good source of coagulation factors، برضو ألبومين بس مش بالكمية اللي احنا فاهمينها، يعني منفعش ندي العيان fresh frozen بلازما بدل ما ديله ألبومين، وهي فيها source of immunoglobulins برضو. ممكن استخدمها في وانا بشتغل على عيان liver failure او في الكريسمس ديزيز وعينين الهيموفيليا اللي هما هيموفيليا مش تايب A اللي هي فاكتور 8 deficiency، okay؟ اللي هي فاكتور 9 وفاكتور 11. ما ينفعش استخدم فريش فروزن بلازما كبلازما اكسباندر، يعني عشان استخدم حاجة اكسباند البلد فوليوم ما ينفعش ان انا استخدم بلازما، لكن ينفع استخدم ألبوم. اوكي، كريوبريسيبتيت، كريوبريسيبتيت هو متاخد من فريش فروزن بلازما. كريوبريسيبتيت ده مهم قوي لان هو ده بيبقى ريتش فاكتور 8 وفي الفون فيليبراند فاكتور وفي الفايبرينوجين، عشان كده هو ده الايديال تريتمنت للعينين اللي هم عندهم دي اي سي. اوكي، دي الكريوبريسيبتيت، دي ان باخد الفريش فروزن بلازما وبخليها تو ثو عند 4 degrees، بيحصل عندي gelatinous precipitate remain، هي دي الكريو precipitate، ودي very rich source of factor 8 von Willebrand fibrinogen زي ما انا قلت لكم. ممكن استخدمها في الهيموفيليا وفي von Willebrand disease، وممكن تتاخد IV طبعا، وممكن اديها في العينين اللي عندهم DIC، وبتبقى stored عند ناقص 40 degrees. فاكتور 8 وفاكتور 9 concentrate دول بقوا available دلوقتي، بدل ما تدي العيان cryoprecipitate العينين اللي عندهم هيموفيليا. No، there is فاكتور 8 دلوقتي لوحده وفاكتور 9 لوحده، تقدر تاخدهم من الصيدلية بيبقوا powder like كده وfreeze dried، وياخدهم العيان ويتعمل له بيهم العملية اللي انت عايز تعملها. Fibrinogen دي prepared by organic liquefaction liquid fractionation of plasma وstored in the dried form. Fibrinogen بنستخدمه في حاجات شغل لينا، لكن بنستخدمه في ايه؟ العينين اللي هم عندهم دي اي سي ومش جايبين نتيجه بالكريوبريسيبتيت ولا بالفريش فروزن بلازما ولا البليتليت كونسنتريت، ساعتها بنعرف ان هم عندهم
ديبليشن للفايبرينوجين، فنبتدي نديهم فايبرينوجين مع الكلام ده، وممكن في الكونجنتال اي فايبرينوجينيميا. وطبعا المشكله بتاعتهم ان الريسك في الهباتايتس فيها عالي شويه. الميونوجلوبولينز بتدي باسيف اميونيتي للنون اميونايزد بيشنتس اكسبوزد تو سيريس انفكشنز سواء كانت فايرال او بكتيريال. اهمهم الهيومن تيتانوس اميونوجلوبولينز زي ما انتوا اكيد خدتوا وانتوا في 401 ان العيانين عندهم تيتانوس وات هاي ريسك وما كانوش خدوا التطعيم بنديهم الباسيف بنديهم اميونوجلوبولين جي ونحقن نصه في حوالين الحته اللي حصل فيها البايت او الانجري والنص الثاني بنديه انتروفينس. دي البلاد كومبوننتس اللي افيلبل. في عندنا ريد سيلز ودي ستورج بتاعها عند 4 دجريز زي ما قلت لكم. الشلف لايف بتاعها ممكن يقعد 35 يوم، احنا قلنا ان 21 يوم هو الايديال بالنسبه لها. الدوز 1 يونت، وال1 يونت دي حوالي 450 سنتي، ودي بتريز الهيموجلوبين باي 1 جرام. البليتلتس دي مهمه قوي، كيب اجيتيتد ات روم تمبرتشر. البليتلتس احنا لو طلعناها من الفريزر وديناها ساحت لازم تبقى اجيتيتد. اجيتيتد يعني بتحط على جهاز رعاش كده تتحرك عشان لو سبتها هيلزقوا في بعضيهم. فاكرين البليتلتس لما one of the methods of hemostasis ان البليتلتس they stick together، هم دول لو سبتوهم هي stick together عشان كده لازم يبقوا agitated. الشلف لايف بتاعتهم 5 days و one pool بيزود بحوالي 10 increase في البليتلت كاونت. يعني انت لو هتدي العيان 1 يونت يبقى اعرف انك انت هتعليه مثلا لو هو 40,000 هتوصله ل 50,000 وهكذا. الفريش فروزن بلازما دي بتبقى فروزن، الشلف لايف بتاعها ممكن تقعد سنه 12 مانت، والدوز بتاعتها 12 to 15 مليليتر بير كي جي. طبعا لما بتدي عيان فريش فروزن بلازما زي العينين مثلا اللي هم بياخدوا انتي كواجيليشن بياخدوا ماريفان اللي هم بياخدوا وورفرين، العيان ده افرض ان هو مثلا داخل يعمل عمليه وعايز ريفرس كلام الانتي كواجيليشن بتاعته ممكن اديله فيتامين كي، بس لو اديته فيتامين كي بيبقى فيري ديفيكولت انك انت ترجعه للانتي كواجيليشن تاني. عايز تنزلها مثلا للنورمال رينج او وات ايفر بتديله فريش فروزن بلازما. الكرايو بتبقى فروزن برضو الشلف لايف بتاعتها 12 شهر، ولما بديها للعيانين زي ما قلت لكم اللي عندهم دي اي سي. دي البريباريشن بتاعت البلد، ده نفس الكلام. الكومبوزيشن اوف بلد في عندي بلازما 55% والبومين، و البلازما دي في سوليدز اللي هي بلازما بروتين which are formed mainly in the liver، وعندي albumin وglobulin وfibrinogen هما دول الصوليدز اللي موجودة. الalbumin ده بيعمل osmotic pressure في الcapillary wall وده responsible عن الosmotic pressure اللي موجودة all the way through في الـ blood، والdifference ما بينها وما بين الhydrostatic pressure هو ده الدرايفنج فورس اللي بتطلع الفلويد اوتسايد الكابيلاريز او بترجعها جوه الكابيلاريز. جلوبولينز دول في منهم الفا 1 والفا 2 وبيتا وجاما جلوبولينز، موست اوف ذا جاما جلوبولينز اميونو جلوبولينز وبيشتغلوا از كارير بروتينز فور فيتامينز وهرمونز. الفايبرينوجين ذا بريكورسر اوف فايبرين ويتش فورمز ذا فريم ورك فور بلاد كلوت. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من البلاد ترانسفيوجن؟ حدث ولا حرج. ترانسفيوجن رياكشن ممكن تبقى انكومباتيبلتي، ممكن تبقى بايركسيا رياكشن، ممكن تبقى الرجيك رياكشن، ممكن تبقى سنسيتايزيشن للليكوسايتس والبليتلتس، ممكن تبقى اميولوجيكال سنسيتايزيشن. ممكن قوي ان انا ادي بلاد ترانسفيوجن لحد ويحصل له سيركيلاتري اوفرلود، عشان كده بندي باكت ريد سيلز عشان ما نديش كميه كبيره من الفلويد. ممكن تعمل ترانسفيوجن اوف بكتيريالي contaminated blood
ويحصل سبتك شوك. فاكر مره عمي كان موجود في المستشفى، وبعد كده دخلت اشوفه فقالوا لي ده بيترعش وحراره 39، فلقيت كيس الدم اللي هو كان بياخده من امبارح معلقين البتاعه بتاعته. فقلت لهم ايه اللي حصل؟ قال لا هو بس حرارته عليت النهارده وجات له رعشه. قلت لهم كيس الدم ده انا كنت شفته امبارح، ده هو ولا واحد جديد؟ قال لي لا هو هو. ادوا له كيس الدم بتاع امبارح، هو لما تعب ونام قاموا طافينه ورجعوا ادوه له بقى تاني يوم وهو متعلق على البتاع ده. طبعا لا هو بريزيرفد عند 4 ديجريز، وغالبا حصل سبسز وكونتامينيشن من البتاع اللي سايبينها دي. ادوا له بكتيريا، حصل له ايه؟ بايركسي رياكشن، وحرارته كان هيخش في سبتك شوك لو كانوا كملوا. ترانسميشن اوف انفكشس ديزيز، الحاجات اللي احنا قلناها اللي هم الهباتيتس بي وسي، السيفلس، الاتش اي في 1 واتش اي في 2. ايه كومبليكيشنز اوف ماسيف بلاد ترانسفيوجن؟ هنتكلم عليها ان ديتيلز. ترانسفيوجن هيموسيدروزز، في عيانين اللي هم بياخدوا ترانسفيوجن ديبندنت وبياخدوا بلاد ترانسفيوجن ممكن يحصل لهم ايرون اوفرلود من كتر ما هم بياخدوا بلاد ترانسفيوجن. اير امبوليزم، وانت بتحقن العيان البلاد ممكن هواء يخش ويعمل اير امبوليزم. انت محتاج قد ايه هواء عشان يحصل اير امبوليزم؟ حد يرد؟ 100 مللي ل 300 مللي. 150 سم يا دكتور. برافو عليك، مين قال 150؟ انا محمود. محمود اللي انا اعرفه؟ اه يا دكتور. تطلعش منك يا محمود، هو مظبوط ليك عندي حاجة حلوة. برافو عليك، 150 سنتي. طب لو قلت لي بقى ايه بقى ليه 150؟ ها حد عارف؟ يا محمود وزي 150 سنتي يا دكتور. ازاي 150 سنتي؟ انا كده بنفخه تقريبا. هو حياتك عشان كده يعني لو دخلت بقلولة صغيرة ما تخافش مش هيحصل له غير امبوليزم. هو الاماونت اللي احنا بنقول عليه ده هو الاماونت اللي بيسيبريت الكولمن اوف بلاد في الهارت. يعني انت الستروك فوليوم بتاع الهارت ال 150 دول هم اللي يخلوا الهارت كانه بيضرب بيبخ هواء. لكن لو نقطة دخلت في النص ما تقلقش. فاهم؟ بس مش معنى كده انك انت تلاقي البتاع فيها بقليل وما تنظفهاش يعني. لكن هم 150 سنتي هم اللي موتوا العيان. اوكي؟ اون ذا سبوت طبعا يعني. الدي اي سي طبعا من ريبيتد بلاد ترانسفيوجن، ولو اديت للعيان بلاد كان فاسد مش بروبرلي ستورد، كل الكلام ده ممكن يحصل. طيب هنتكلم شويه على الرياكشنز. ترانسفيوجن رياكشن انكومباتيبلتي، انت اديت له واحد دم غلط، يعني واحد جروب A اديت له B، واحد جروب O اللي هو عنده انتي A وانتي B ده اديته مثلا جروب B وهكذا. The patient develops rigors and fevers and low in pain and becomes extremely alarmed. اوكي العيال تلاقيه بقى anxious كده وابتدى يجيله loin pain، يحصل له fever، يجيله rigors، يحصل له bronchospasm، والdeath بيحصل لو أكتر من 200 ملي of blood أخدهم. Red cells تبقى hemolyzed releasing vasoactive peptides وprocoagulants، بيحصل إن هو يجيله DIC. والfibrinolysis is also activated والblood becomes incoagulable and there will be generalized bleeding tendency. ودي حاجة من العلامات اللي احنا بنعرفها واحنا شغالين. لو العيان under anesthetic مش هيحصل له الكلام ده كله. كل اللي انت هتشوفه ان العيان بقى hypotensive وبيخر من كل حتة. يعني عيان بياخد دم، لقيت المونيتور بقى hypotension ولقيت العيان بينز من كل حتة من الجروح، يعني الجرح اللي انت عامله ده لقيته بيخر وانت مش عارف توقف البليدنج، والبليدنج ده كابيلري اوز مش ما هوش ارتيريال ما هوش فينس، مفيش حاجة توقفها. اوكي
ده معناه ان هو البلد ده incompatible. على فكرة incompatibility على قد ما هي حاجة احنا بنعتبرها صعبة قوي ان هي تحصل في الـ 21st century بالمنظر ده، لكن you will be surprised ان احنا بنشوفها every now and then. incompatibility لو حصلت هتعمل العيان اول حاجة توقف اللي انت بتديهوله stop transfusion، وخد عينة من الدم اللي انت بتديهوله ده وعينة من عيان وابعتهم يشوفوهم، وابعت عينة يورين معاها، لان اليورين لو حصل hemolytic reaction من الـ incompatibility هيبقى فيه precipitation للهيموجلوبين في في التيبيولز، فتشوف في اليورين هتلاقي اليورين لونه متغير محمر. تدي العيان فروزيمايت حاجة دايوريتك، وتديله كريستالويد عشان يعمل دايوريسز ويقلل الدامج بتاع التيبيولز بالبيجمنتد بالهيموجلوبين اللي هو هيبقى بريسيبتيتد في التيبيولز. لو العين شوك طبعا اديله بلاد ترانسفيوجن بكمباتبل بلاد، ولو ستيل اوليجوريا اديله فروزيمايت تاني، وممكن تديله مانيتول اللي هو بيشتغل كاوزماتيك دايريسز، تعمل الكالايزيشن لليورين عشان ما يحصلش اسيدوز بانك انت تديله 8.4% باي كارب، وده برضو هيقلل الرينال دامج. ولو العيان وصل ان هو عنده رينال فيلير من الكلام ده كله يبتدي يديله اعمله هيموداليسيس. باراكسي رياكشن دي ممكن تحصل من بايروجينز موجودين في الدونر ابريتس، ات از نوت ان كومن، بس يعني ناو دايز ما بنشوفهاش كتير قوي مع الديسبوزبل بلاستيك باجز اللي موجوده، يعني الحاجات دي ما بقتش تحصل كتير. وعشان كده زي ما بقول لك لما شفت عمي قلت له الدم ده هو اللي بايظ، ما قلتش ان هو باراكسي رياكشن سمبل باراكسي رياكشن من البايروجينز اللي موجوده في الدونر ابريتس. الرجيك رياكشن البيشنت بي ديفلوب مال تاكيكارديا وارتكاريا راش ديو تو رياكشن تو بلازما برودكتس في البلد، يعني برضو ما بنشوفها كتير لان احنا ما بقيناش بندي هول بلد، اغلبيتنا دلوقتي بيدي باكت سيلز. لو حصل اي حاجه من الحاجات دي وقف الترانسفيوجن، ادي انتي هيستامينيك، وفي السيفير كيسز اوف انافيلاكسيس اللي هي ممكن تعمل لارينج الإديمة. ايه اهم حاجه لو انت جالك عيان عنده انافيلاكسيس تدي له ايه؟ ادرينالين. برافو. مين اللي قالت أدرينالين في الأول؟ أنت اسمك إيه؟ أمير. أهلا بك يا أمير، برافو عليك. أدرينالين تعرفوا أي عيان عنده أنافلاكسس أهم حاجة إنك أنت تديله أدرينالين. أوكي؟ أدرينالين أدرينالين تديله 0.5 ميلي جرام intramuscular، لو ما جابش نتيجة بعدها بنص ساعة اديله نص تاني. sensitization leukocytes or platelets this is common after repeated transfusion، ما بتحصلش من أول مرة، وبالذات في العينين اللي هم transfusion dependent dysthalassemia، العينين اللي عندهم aplastic anemia. the patient may develop antibodies to donated white cells أو platelets، وقلنا platelets بتحصل ليه عشان فيها HLA. In this patients ممكن نستخدم washed red cells أو irradiated red cells. Okay؟ وممكن ندي معها antihistaminics. Immunological sensitization is due to development of immune antibodies after repeated transfusion. ممكن يحصل circulatory overload؟ طبعا، واحد عنده heart failure وعنده bleeding تيجي تديله انت rate of transfusion عالي شوية عشان عايز تعوضه، تلاقي العيان دخل في هارت فيلير والدنيا تنيلت اكتر. وعشان كده preferably انك انت تدي الباكت ريد سيلز،
وترانسفيوز سلولي، وبتستخدم كونكومتنت دايريتكس لو العيان انيميك وعايز تديله بلاد ترانسفيوجن تديله معاها دايريتكس عشان تنزل كميه فلويد، يبقى ريبليس بالريد سيلز. ترانسفيوجن اوف بكتيريا كونتامينيتد بلاد سبتك شوك، ده اللي انا قلت لكم زي اللي حصل لعمي. That's very rare. The clinical picture is similar to ABO compatibility and mortality is high. طبعا لو قاعد يكمل، يعني انت واحد جات له رعشه وانت قاعد بتديله دم وحصل له حراره. عشان كده يا اولاد لو اي عيان develop fever وانت بتدي البلاد لازم توقف بغض النظر عن سبب الفيفر ايه. Transmission of infectious disease زي ما قلت لكم HIV 1 HIV 2 hepatitis B والhepatitis C والملاريا in some countries. ايه ال complications of blood transfusion؟ هم ال complications بتاعت ال transfusion برضو، بس حاجات زيادة عليهم بقى. امتى بقول ان العيان حصل له massive blood transfusion؟ لو اخد دم equal لل blood volume بتاعه في خلال 12 ل 24 ساعة. This blood بيبقى غالبا cold acidic وموجود فيه citrate anticoagulation والبوتاسيوم بتاعه عالي وديفيشنت في 2-3 دي بي جي. ده يعني ممكن يعمل لي ايه؟ cold blood يعمل لي hypothermia، والهايبوثيرميا ممكن تعمل لي arrhythmias acidosis citrate intoxication عشان نازل بياخد كمية citrate، ودي ممكن تعمل لي كليشن للكالسيوم والعيان يحصل له هايبوكالسيميا، ممكن يحصل له هايبركاليميا والبوتاسيوم يبقى عالي، لان في الباكت سيلز او في الستور بلاد. عشان كده البوتاسيوم اللي اسكيبت من الريد سيلز لما نعمل له ريوورمينج بيخش جزء منه جوه الخليه تاني جوه الريد سيلز. ستور بلاد از ديفيشنت في الكواجيليشن فاكتورز، فيحصل لي دايليوشنال ثرومبوسايتوبينيا و دايليوشن اوف ذا كلوتينج فاكتورز، فالعيان هيحتاج 2 يونتس اوف فريش فروزن بلازما لكل 8 يونتس اوف بلاد. يعني لو انت اديت للعيان 8 يونتس اوف بلاد لازم تديله معاهم 2 فريش فروزن بلازما، او لو اديت العيان 4 يونتس اوف بلاد تديله واحده فريش فروزن بلازما. الحقيقه بندي 2 للاربعه. ديفكتيف تيشو اوكسجينيشن زي ما قلت لكم عشان الديفيشنسي بتاعه ال 2-3 دي بي جي. however this is easily reversed. Transfusion hemosiderosis قلت لكم ان ده بيبقى الريد سيل ترانسفيوجن اوفر ماني والكوز ايرون اوفرلود، والايرون اوفرلود ده بيبقى في الماكروفاج سيستم وبيحصل بعد حوالي 100 يونت اوف بلاد، وده بيحصل في عيانين الثلاسيميا. الاير امبوليزم از ديو تو انتروداكشن اوف اير ثرو ايل فيتنج تيوبينج especially if blood is introduced under pressure. As air reaches the right atrium, it is shunned and foam enters the right ventricle causing air lock in the pulmonary artery and right side heart failure. فانا عشان كده بقول لكم 150 سنتي هو اللي مطلوب عشان تفصل ما بين ال superior vena cava وال inferior vena cava وال pulmonary artery. Treatment انك انت تقعد العيان في Trendenberg position, place the patient on the left side, air will flow to the apex of the ventricle, oxygen therapy, in severe cases حد بيخش بإبرة لل right ventricle ويسحب الهواء اللي موجود. انا عمري ما شفت الكلام ده بس يعني ايه ادينا بنقوله. DIC اللي هي disseminated intravascular coagulopathy اتكلمنا عليها، قلنا it may occur especially after massive transfusion with extracorporeal circulation where may be complicated by activation of the fibrinolytic system. A treatment, fresh frozen plasma or platelet concentrate. Fibrinogen بيتاخد 2-4 grams intravenously. But if there is fibrinolysis, بندي tranexamic acid اللي هو الانتي فايبرينوليتيك.
بارنترال ثيرابي عندنا كريستالويدز وعندنا كولويدز وعندنا ديكستران وعندنا هيتا ستاش. الكريستالويدز اللي هي 5% ديكستروز والنورمال سالين والديكستروز سالين والرينجر سولوشن والهارتمر سولوشن او رينجر لاكتيت، دي كلها كريستالويدز. كولويدز اللي هي زي الالبومين والجيلاتين، الديكستران اللي هو في منه 40 و70 والهيتا ستاش، دي كلها حاجات ممكن نديها انتروفينس. الكريستالويدز دي حاجات بتتوزع على الفلويد بارت اوف ذا بلاد او فلويد بارت اوف ذا بودي كله، يعني الكريستالويد بتتوزع على الووتر كونتنت اوف يور بودي اكوردنج للالكترولايتس اللي موجوده فيها. الكولويدز بتفضل جوه السيركيليشن موست اوف ذا تايم عشان فيها حاجات هاي مولكيولر ويت موجوده فيها زيها زي الديكستران والهيتا ستارش، دي كلها بلازما اكسباندرز اللي تحت الدكستران والهيتا ستارش. الدكستروز 5% يعني ايه؟ يعني كل 100 سنتي جلوكوز في 5 جرام جلوكوز، فال 5 جرام جلوكوز دول هيدوا كم كالوري؟ الجرام 20 الجرام جلوكوز هيدي قد ايه؟ الجرام جلوكوز دكتور تقريبا فيه 9 كالوري، في 9 كالوري 4. برافو عليك 4. يبقى ال 5 في 4 بكام؟ 20. 20 ال 20 يعني هيدي حوالي 40 كيلو كالوري، دول اللي هو في ال 5% بيبقى حوالي 278 ملي مور اوف جلوكوز موجودين. اوكي النورمال سالين دي 154 ملي مول صوديوم و154 ملي مول كلورايد. ده الحاجات دي كلها بنسميها ايزوتونيك. ايزوتونيك يعني التونستي بتاعتها 290 ملي اوزمول زيها زي البلد، يعني لما تديها ما تبقاش هايبوتونيك ولا هايبرتونيك. اوكي الدكستروز بقى عيبه انك انت اول ما الجلوكوز ده يبقى يوزد او يخش في جوه السيلز بيبقى كانك مدي لتر ميه. اوكي فزي ما انت قلت ان هو 5 في 5 ب 25 في الاثنين بيبقى حوالي 50 جرام 50 كيلو كالوري، يعني الكالوري كونتنت بتاعتها نيجليجبل ملهاش اي قيمه خالص. عشان كده حتى العيانين بتوع السكر بنديهم حتى لو السكر بتاعهم عالي بديهم باك جراوند اوف شوجر اللي هو جلوكوز 5% كل 12 ساعه عشان تو مينتين سم سورت اوف جلوكوز يبقى داخل. اوكي لان مش قلقان ان ده يعلي لي مثلا السكر ولا غيره لان ده الحاجات اللي موجوده فيه قليله قوي. يعني رينجر سولوشن ده كونتنس بتاعته 147 ملي مول صوديوم لكن فيه بوتاسيوم 4 ملي مول، وهو ده الاونلي سولوشن الرينجر اللي هو الرينجر لاكتيت اللي هو فيه بوتاسيوم. زي ما قلت لكم جلوكوز 5% بيدي تقريبا ميه بس very little calories، وهيخش في الانترسيلر والاكستراسيلر كومبارتمنت. السالين هيروح بس للاكستراسيلر كومبارتمنت عشان الصوديوم اللي موجود فيه ده هو الميجر كاتاين. الرينجر لاكتيت سولوشن هو البيست سولوشن في الهايبوفوليميك شوك اللي هو ده الايديال كريستالويد. الرينجر لاكتيت از ذا بيست سولوشن في الريسستيشن بتاع العيانين في الهايبوفوليميك شوك او في التروما سيتنج. الكولويد زي ما قلت لكم فيه الالبومين وفيه الجيلاتين. المولكيولر رينج بيبقى حوالي 45000 ل 70000 ودي بتقعد جوه البلاد فيسل زي ما قلت لكم زيها زي الجيلاتين اللي احنا بنقول عليه مثال. الدكستران في عندي دكستران 40 اللي هو المولكيولر ويت بتاعته 40000 و70 اللي هو المولكيولر ويت بتاعه 70000. دي حاجات بنستخدمها كبلازما اكسباندرز، اتس جون اوت اوف ديت ناو، بس يعني الحاجة المهمة فيها ان دي من عيوبها اللي خلتنا ما نستخدمهاش
ان هي بتاثر على الكواجيليشن. فانت لو واخد دم العيان عشان تحضره دي بتافكت الكروس ماتشنج. كده خلصت. حد عنده اي سؤال يا دكتور لو سمحت؟ ايه الافضل ان انا اعمل استخدم بلازما اكسباندر، الكولويد ولا الكريستالويد؟ لا طبعا مش كريستالويد خالص، لازم اكسباندر. لازم كولويد، لازم كولويد. لو واحد في شك استخدم معاه الكولويد ولا الكريستالويد؟ هستخدم كريستالويد لحد ما اجيب ال البلد، لكن لو لقيت ان الدنيا خربانه لازم استخدم بلازما اكسباندر. يعني افرض انك انت سامعني؟ اه يا دكتور سامعني. لو انتوا هتستخدموا ال يعني لو انت عندك واحد جاي لك شوكت، اوكي، والشوك دي سببها هايبوفوليميا، تبتدي تديله كريستالويد ايمينج انك انت تصلح. لو ما جابش نتيجه اديله، لو انت عارف ان السبب بلد هتديله او نيجاتيف، اوكي، ان كروس ماتش او نيجاتيف بسرعه عشان تحاول تلم الامور. عاده الدنيا ما بتبقاش بالمنظر ده يعني، لكن احيانا بتبقى محتاج بلازما اكسباندر، بالذات العيانين اللي هم عندهم هايبو البومينيميا مثلا وعندهم اديمه في جسمهم، انت محتاج ترجع الكلام ده جوه تاني، تديله البومين. مع ذلك احنا بندي هايبو البومين للناس اللي هم هايبو البومينيميك مش كبلازما اكسباندر. بلازما اكسباندر ده اللي هو انا شغال في العمليات والعيان خر واحنا مش محضرين له دم، فممكن قوي ان هم يدولوا ديكستران، ممكن قوي ان هم يدولوا هيتاستاش، اوكي، بس بعد ما يكونوا خدوا العينه بتاعه الدم عشان يبعتوا يجيبوا دم. فهمتني ولا؟ تمام يا دكتور، شكرا جدا، شكرا جدا. حد عنده اي سؤال تاني؟ دكتور لو سمحت، طيب هو انا امتى بستعمل استراتيجي تبع النورمال فوليميك هيموديلوشن؟ مش فاهم حاجه انت بتقولي. ايه الاستراتيجي تبع النورمال فوليميك هيموديلوشن امتى بستعملها؟ نورمال فوليميك هيموديلوشن، افرضي واحده جايه مثلا عايز تعمل بريست ريكونستراكشن، اوكي، دي عمليه ممكن يبقى هتاخد هيحصل فيها بلاد لوس، وانا عارف ان هيحصل فيها بلاد لوس، فدي ممكن ان انا اعمل كده. عمليات معينه اللي هي سكادولد، وعيانين مثلا اللي هيعملوا لايبوسكشن ايديال بالنسبه لهم ان هي تتعمل، بس عشان اغلبيه اللايبوسكشن بتعمل تحت السلم فما بتعملش فيها الكلام ده. يعني ايه تحت السلم؟ يعني بتعمل في مراكز صغيره بتاعه تجميل، ما عندهمش الفاسيلتي بتاعه بلاد بانك. فهماني؟ اه تمام يا دكتور. حد تحت تاني عنده سؤال؟ لو سمحت يا دكتور، حضرتك في الفريش فروزن بلازما قلت لنا ان هو يوزد ديورنج او فور ليفر فيلير والهيموفيليا والكريسماس ديزيز. معلش ايه الكريسماس ديزيز ده؟ ده هيموفيليا تايب 2 اسمها، هيموفيليا بي. كريسماس ديزيز انت في عندها هيموفيليا اي وبي وسي، A اللي هو فاكتور 8 ديفيشنسي، B اللي هو فاكتور 9 ديفيشنسي، C اللي هو فاكتور 11 ديفيشنسي. يا دكتور لو سمحت، انا كنت فاكر ان الاير امبوليزم بتحصل لما بدخل 100 مللي مش سنتي ل 300 مللي. هل هو الملي زي السنتي؟ يعني ملي لتر زي السنتي؟ الملي هو السنتي. اه تمام، شكرا.
بس يعني مش معنى كده انك تدخل 100 وتقول العيان مش هيموت. لا ما ينفعش اعمل له اير امبوليزم اصلا حتى لو بقلوله صغيره. طيب ماشي. لو سمحت يا دكتور، بالنسبة للبلود كومبوننت، احنا قلنا البليتلت كونسنتريت دي الحاجة الوحيدة اللي بشوف بيها الـ ABO كومباتيبلتي. في بالنسبة للبلود كومبوننت احنا قلنا من ضمنها البليتلت كونسنتريت. قلت من ضمنها البليتلت كونسنتريت مظبوط. تمام، دي الحاجة الوحيدة اللي بنشوف فيها الـ ABO compatibility. الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما نشوفش فيها الـ ABO، لكن بيفضل إن هي تشاف فيها. لكن طبعا الـ ABO compatibility لازم تتعمل في الـ كل حاجة. لازم هدي ريد سيلز من غير ما يبقى فيه ABO compatibility؟ أنا بسأل عشان كده. مستحيل. مستحيل. تمام. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتعمل من غير ABO compatibility. بس احنا قلنا ان الـ 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 ان هي بتفضل ان هي بتبقى بـ ABO، لان البليتلتس عليها مش بس عليها الـ ABO، ده عليها الـ HLA كمان. تفهم؟ تمام يا دكتور. عشان كده بيحصل immunization ليها. تمام، شكرا. طيب يلا good luck في الامتحان ان شاء الله، الدنيا سهلة ما تقلقوش. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. الله يشوفك على خير ان شاء الله.